أعزائي المشاهدين، مشاهدينا من كل مكان، مشاهدي موقع تلغراف مصر، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لايف جديد من أدام أحد مدارس الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ. معكم أنا محمد أبو ستيد مراسل الموقع بالمحافظة. هنتكلم النهاردة عن يعني آراء الطلاب في امتحان اللغة الفرنسية النهاردة، وعملوا إيه في الامتحان، وهل كان صعب ولا سهل. برحب بك معنا على موقع تلغراف مصر. قول لنا كده، الامتحان النهاردة كان عامل إيه؟ كويس، يعني كويس. كان احسن النهارده، يعني حليته ولا ما حليتوش؟ الحمد لله. المدربين بصراحه يعني شادين عليكم ولا هم شادين؟ وده في الوقت هو يعني بيدخل الامتحان وخمسه ويجي ياخد اربعه ولا خمسه. يعني حاجه، يعني انت داخل النهارده اصلا الامتحان متاخر. وقت كده هو بيجي يفتح والله. انا بتكلم عن مدربين الامتحان. مدربين بصراحه يعني بيطلعوا في يعني الامتحان النهارده. في ناس برضو بتقول، في ناس بتقول ان النهارده الامتحان كان كويس، ويعني كويس بس كان في كم نقطه برضه. ما هو طبيعي ان الامتحان لازم يبقى فيه في كذا نقطه برضه مش معروف كمان. طب تعامل النهارده، كان في مدارس النهارده دخلت متاخره للامتحان، هل ده بيكرر معاكم ولا اول مره يحصل؟ لا هو نادر الصراحه. يعني كمان دخولكم بس النهارده احنا دخلنا بتاع 10 دقايق كده على ما سلمنا الامتحان واخدين بالظبط. يعني على ما استلمتوا الامتحان اتاخرتوا 10 دقايق. طيب قول لنا كده، يعني هل قطع الكهرباء بيأثر عليك في المذاكرة؟ المذاكرة هو بص، هو قطع الكهرباء عموما مش في كل حتة هنا. يعني الحتة اللي احنا فيها ما بتقطعش فيها على طول. تمام. أما في برضه مناطق بتقطع فيها وكده، بس في فيديوهات برضه على النت وكده ممكن تتسمع. تمام. الكهرباء بتقطع من 3 ساعات. يعني ما بتعرفش تذاكر من قطع الكهرباء خالص. بقول لك بيقطع 3 ساعات الصبح وساعه. حاجه صعبه عليا. تمام. يعني طيب، يعني بيتعود الاربع ساعات دولت ازاي؟ يعني ببدا مثلا حل، ما اعرفش افتح اونلاين واذاكر اونلاين. تمام. طب قول لنا كده، ايه رايك في الامتحان النهارده؟ انت شايفك عايز تتكلم كتير. امتحان زي العسل، حليته في اول 10 دقايق بس المراقبين بيشدوا عليه. طب حليت الامتحان في اول 10 دقائق؟ اول 10 دقائق. انتوا داخلين متاخر 10 دقائق النهارده اصلا. انا داخل بدري، انا داخل من الساعه 8:30. انت في مدرسه هو انت في مدرسه هو في مدرسه يعني؟ انا داخل من 8:30. اسهل امتحان جه في التاريخ. والله العظيم انا اشطر واحد في المدرسه. يعني انت حليت في اول 10 دقائق الامتحان كله؟ اول 10 دقائق بس المراقب بيشد عليا. يعني انت هتطلع، يعني انت النهارده هتطلع الاول؟ هطلع الاول على المدرسه الفرنساوي بس. طب بقيه المواد؟ الله اعلم بقى. العلم عند الله مش عندي. طب انت علم ولا ادب؟ انا علم علوم. علم علوم؟ طب جاهز للفيزياء الامتحان الجاي؟ والله الفيزياء العيال بتقول صعبه بس يعني انت ما تعرفش اصلا الفيزياء صعبه ولا سهله؟ والله انا مش بذاكر غير فرنساوي بس. طيب يعني كل اللي انت بتذاكره فرنساوي بس. طب قول لنا كومونس فا يعني ايه؟ ايه رايك؟ يعني هو بيقول لي تعالى بيقول لي انا حليت. طب قول لي كده، هو بيقول لي انا حليت. انت بتقول لي انا حليت الامتحان في اول 10 دقائق وهتطلع الاول فرنساوي. طيب جو سويت ريكوم توم ستلت. ربنا ما اعرف اي كلمه. امال حليت الامتحان ازاي؟ انا وانا بحل المجهود يعني. يعني انت حليت الامتحان في اول 10 دقايق من غير ما في بقى بخلص اول 10 دقايق. يعني المدرسه عنده بيجيش وانا عندي قاعد. المراقب ما بيسيبنيش دقيقه بعد الامتحان. بتدي الورقه من تحت. طب قول لي كده، قوم فرنسو اس يعني ايه؟ وربنا ما اعرف اي كلمه. انا امال حليت الامتحان في اول 10 دقايق ازاي؟ والله العظيم خلصت في اول يعني نص ساعه. نص ساعة ولا 10 دقايق؟ نص ساعة، المقال اللي خدت في 10 دقايق بسرعة. بس بدل بسرعة يعني. طب أنت حليت. أنا بسألك، بقول لك أم فرنسي والسين اللي هو أصلاً يعني عنوان الكتاب اللي موجود عندك في ثالثة ثانوي. حاجة اللي فيها أكتب اسمه بس. بس لا بعجبك بصراحة. الحاجة متعبة جدا. انا بمضي 5 مرات في الامتحان. 5 مرات بمضي في الامتحان. 5 مرات؟ خمس مرات. دي فعلا بتاخد من الوقت. بمضي 5 مرات. تمضي 5 مرات في الامتحان بتاخد من وقت. الكلمة دي يعني ايه؟ قلت له والله ما اعرف. طب قول لي كده، أول حاجة بتعملها بعد ما تطلع من الامتحان ايه؟ قبل ما أطلع، بعد ما أطلع الامتحان براجع أشوف أنا حليت صح ولا غلط. بكتب الاجابات في ورقه. بتراجع على الاجابات ولا من الاسئله؟ بتراجع على الاجابات. انا كده خلاص.
لازم ابقى مظبط الدنيا كده واشوف هجيبها ازاي. طب انت الكهرباء بتقطع عندكم كام ساعه؟ لا كم بتقطعش عندنا خالص، انا عايز انت معاك وسط بقى؟ لا معايا وسط، عيب عليك. اساله ابويا صاحب المدرسه كل الكهرباء بتقطع. يعني في اماكن فيها عشان جنب المستشفى يعني برضه الكهرباء دي طبعا ما بتقدرش عندنا، ما اعرفش اقعد اصلا من غير كهرباء ما تقدرش. المروحه. طب يقول لي كده انت نفسك تدخل ايه؟ انا نفسي اي حاجه بس نفسي اجيب طب خاص. طب خاص؟ اجيب 75 حد. يعني انت نفسك تدخل طب خاص؟ اه. معاك فلوس بقى؟ اه معاك فلوس. علمني بابا. استنى الباشمهندس احمد سيد. والله العظيم ابقى احسن دكتور صيدلي في مصر. الواد يقول انا عايز حاجه للسخونات تروح حاجه للسخونات. والله ما انا كشف. اعزائي المشاهدين ومشاهدينا في كل مكان. كشف مش طالع دكتور. طب انذر بالله على لاعب بلديه المحله. يعني مستمرين مع حضراتكم من ايام مدارس الثانويه العامه بمركز مدينه سلسال محافظه كفر الشيخ. قول لي كده عملت ايه في الامتحان النهارده؟ لا حليت يعني؟ اول لا حليت ولا ما حليتش؟ حليت. طب قول لي كده اون فرونسي اوسي يعني ايه؟ ها؟ اون فرونسي اوسي. طب حليت ازاي؟ تعال تعال. يعني اعزائي المشاهدين ومشاهدينا من كل مكان، مشاهدي موقع تليجراف مصر، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم يعني تغطيه امتحانات الثانويه العامه بمحافظه كفر الشيخ. يعني قلنا للطلبه النهارده قالت ان الامتحان كان كويس وكان سهل، ولكن في بعض يعني النقاط اللي كانت صعبه عليهم. كمان يعني سالنا الطلاب عن انقطاع الكهرباء فيهم، اللي قال ان الكهرباء ما بتقطعش عندنا بسبب يعني ان هم بجوار المستشفى او الاماكن اللي يعني ما بتقطعش فيها الكهرباء. لا بتقطعش فيها الكهرباء. كمان يعني فيها طلاب تانيين اشتكوا من انقطاع الكهرباء. يعني طالب قال لنا ان الكهرباء بتقطع عندهم 3 ساعات بالنهار وساعه بالليل. قول لنا كده ايه رايك في الامتحان النهارده؟ صعب. حليت يعني ولا ما حليتش؟ كان صعب ولا سهل؟ طبيعي. ها الامتحان كان عامل ايه النهارده معايا؟ طب قول لنا كده يعني اما الكهرباء بتقطع عندكم بتذاكر ازاي؟ والله احنا عايشين زي من غير كهرباء، ما فيش كهرباء بتقطع. لا كهرباء بتقطع. ما فيش كهرباء اصلا. وفي سماعات وفي تليفونات وفي مراقبين واسمه تليفونات. انا بنتك بتمتحن في المدرسه؟ انا ابني بيمتحن هنا في المدرسه. ابنك بيمتحن؟ طب قولي لنا كده يعني في سماعات مزروعه، في تليفونات، في مراقبين ماسكه التليفونات. في مراقبين ماسكه التليفونات. انا مسؤول في الورق بعد الوقت بساعه. وياخد بقى الورق من اول اخر دقيقه في الوقت. ما بيدهمش ما عوضهمش تلت ساعة. يعني انت زعلانة ان هم بيلموا الورق في اخر تلت ساعة؟ ما عوضهمش تلت ساعة. تمام. يعني في شكوى كمان ان هم يلا صلي يلا اعمل يلا خلص. يعني ابن حضرتك بيوصل لك الرسالة دي؟ في تليفونات وفي سماعات وهم رابطين معايا سماعات. في هيصة، في لجنه بشريه. هو يعني مستمرين مع حضراتكم بنرصد اراء يعني طلاب الثانويه العامه في امتحان اللغه الفرنسيه النهارده. يعني بعض الطلاب قالوا ان الامتحان كان سهل وكان كويس، وبعض الطلاب قالوا ان في بعض التركات يعني صعبه في الامتحان النهارده. وعدد من الطلاب كمان اولياء الامور اشتكوا من يعني انقطاع الكهرباء وان هم ما بيعرفوش يذاكروا. كمان يعني كمان مستمرين معاكم. قول لنا كده يعني النهارده رايك في الامتحان ايه؟ الامتحان كلها صعبه. كل تمام. السنه دي صعبه. يعني الامتحان اللي صعب ولا ده وقت في الامضه؟ ده وقت في الامضه كتير. بتمضي كم مره؟ بنمضي 7 مرات. ورقتين، كل ورقه فيها امضتين غير الورق بتاع الورق الشيك. يعني ده بيضيع منك في الوقت. بنمضي ونص. احنا بنستلم الورق اصلا متاخر وبنخلص التظليل وال زي العسل على المكتبين سمعته بيدسوا بس. يعني حتى رقم الجزء انت بتظلله بتاخد فيه دقيقتين لكل بقى. يعني ورقه تجيب سماعه في ودانه من غير ودانه فاضيه ايه؟ ما فيهاش حاجه. فتشني. بتدخلوا الساعة كام؟ الساعة 9 و11 الورق بيتوزع 9 و11 11 الورق ماسك فيه. لا يعني اتخانق معايا الورق. ليه الورق اللي مطلع في ظلم في ظلم. يا عم لا 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 ل
طيب قال لي لا انا ماليش دعوه، انا بتحسس عليك انت بقى ماليش دعوه. اه الدكتور اسني اسني ما ينفعش يا راجل محل. قول لي انت عملت ايه في الامتحان النهارده؟ ما عملتش حاجه خالص خالص. ما حليتش يعني؟ لا حليت يعني نص الامتحان. في قد ايه؟ طول ساعتين. في ساعتين؟ طب قول لي كده اون فرنسوس يعني ايه؟ لا اون فرنسوس يعني ايه؟ ايوه ايه بقى قول لي كده يعني ايه علاقه تيشيرت ريال مدريد النهارده بيعملوا رومنتادا في السالي؟ احنا عملنا رومنتادا يعني. اعزائي المشاهدين نشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد ابو ستيت من امام يعني مدارس امتحانات الثانويه العامه بمحافظه كفر الشيخ. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.